وفي سياق آخر اختتمت في عمان فعاليات الورشة التعريفية بأداة تقييم الدعم العالمي للجمعيات الكشفية في دول المشرق العربي التي عقدت بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية. وثمن أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية مازن الحمود الدورة الذي تقوم به المنظمة الكشفية العربية في عقد الفعاليات والأنشطة الكشفية، مؤكداً دور جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية واستعدادها لدعم الأنشطة الكشفية العربية. وشارك في الورشة 20 قائداً وقائدة من الأردن وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان والبحرين وقطر. ويهدف اللقاء إلى تدعيم القدرات من خلال التعرف على أهمية المشاركة في تطبيق أداة تقييم الدعم العالمي وتعريف الجمعيات المشاركة بمعايير الجودة في المنظمة الكشفية العالمية، وفهم الجمعيات الكشفية الوطنية لأهمية التحضير لعملية ناجحة للمراجعة باستخدام أداة التقييم. طبعا نحن اليوم عم نشهد لقاء مهم جدا حول الجيسات، هو أداة تقييم الجودة العالمية في الحركة الكشفية، وهذا مهم جدا لدول المشرق العربي اللي نحن اليوم مشاركين بهذا الملتقى، يلي بالفعل بيعزز دور الجمعيات وبيقوي عملية إدارة رشيدة وحوكمة شفافة تكون بجمعياتنا الكشفية العربية. مهم جدا على صعيد المستوى العربي نوصل للرقي وللجودة، وإن شاء الله كأقليم عربي من حق معايير الجودة العالية. لليوم نحن عم نقيم هذا الورشة بعمان، وبالفعل مشكورين مجددا إدارة الورشة لأنه بصراحة هذا بيعزز دورنا كجمعيات كشفية عربية بالمنظمة الكشفية العالمية، وشكرا لكم. صراحة نحن سعيدين جدا في مشاركتنا بهاي الورشة. أولا تعطينا دافعين، الدافع الأول أنه نصهر مع إخواننا العرب في هذه الورشة، الورشة الثانية التقييمية بعد ما أخذنا الحوكمة والنظام الأيدون، نظام الجيسات نظام جديد دخل على الكشافة. كوفد عراقي كدولة عراقية نحن بحاجة إلى هذه الورشات تطور من قابليات الكشافة العراقية والكشافة العربية والكشافة العالمية بشكل عام. سعيدين جدا في تواجدنا في عمان الخير، رغم الأجواء الباردة، رغم التحديات الجو الظرف، رغم تحديات في المنطقة العربية، إلا أن كشافة لازم تكون لها بصمة في كل مكان، وعليه نحن سعيدين. وأشكر تغطيتكم مبارك لهذه الورشة، ونتمنى دائما يكون الإعلام هو دافع أساسي في نجاح أي ورشة. إحنا اليوم حدث كبير بتشهده الإقليم الكشفي العربي باستضافة دورة الجيسات اللي هي باختصار أفضل الممارسات العالمية للحوكمة والتميز المؤسسي في الجمعيات الكشفية العربية. الورشة اليوم بتحضر معنا 6 دول، سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ولبنان. تشرفنا في وجود إخواننا العرب بحيث أنه نجتمع هون في الأردن عاصمة كل العرب لترتيب الفترة القادمة لخضوع الدول لعملية التقييم العالمي. نتشرف دائما في إخواننا العرب في الأردن، محضن لكل العرب وملتقى لكل العرب في الدورات التدريبية والتنمية الكشفية والمؤسسية. احنا سعيدين جدا لهذه الفرصة لكشافة سوريا أن نشارك بهذا النشاط بهذه الفعالية في الأردن الشقيق بمشاركة باقي الجمعيات الكشفية العربية. هي فرصة طيبة، وبالتالي كل الشكر والتقدير لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية على حسن الضيافة والاستقبال وترتيب نجاح هذه الفعالية وتهيئة كل سبل نجاحها. شكرا للكشافة الأردنية. الإقليم الكشف العربي بيستضيف هاي الورشة ل6 دول عربية حتى نقدر من خلالها نحدد احتياجاتهم وأولوياتهم ونقدم لهم أداة تقييم الدعم، واللي بدورها المنظمة الكشفية العالمية رح تستجيب لكافة الخدمات اللي بيطلبوها حتى يقوموا بالارتقاء بالعمل الكشفي، ونقدر نقدم خدمات لمنتسبين الحركة الكشفية من شباب وكشافة وقيادات.